دروس من دبلن والمعركة الاقتصادية لعودة أيرلندا، كان هذا موضوع الندوة الاقتصادية التي خيمت عليها أصداء الحملة الانتخابية الصاخبة في اليونان المتعثرة. كريستين لاغاردا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي رأت أن شطب ديون اليونان سيضر بسمعتها في الأسواق المالية الدولية. هناك قضية تتعلق بالموثوقية في الأسواق المالية ويجب أن تؤخذ في الاعتبار. البلاد قطعت تعهدات وعليها من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي أن تقوم بإصلاحات هيكلية، ونحن نأمل بالتأكيد أن تفي اليونان بتعهداتها. شطب الديون هو مطلب رئيسي لحزب سيريزا الذي يتصدر معظم استطلاعات الرأي في اليونان. كونستانتين غروتشيف أستاذ الاقتصاد في ترينيتي كوليدج في دبلن يقول: اليونان تحتاج إلى خطة مارشال للاستثمار. اليونان بحاجة إلى شطب ديونها، وهو ما يعادل بالنسبة لأوروبا الوضع في ألمانيا بعد التوحيد. هذه لحظة الحقيقة بالنسبة لنا، وكلما تأخرنا في الإقرار بالحقيقة سيكون الأمر أكثر إيلاما، ليس فقط بالنسبة لليونان ولكن لبقية منطقة اليورو. التنظيم الراديكالي يود شطب ما يقرب من ثلث ديون بلاده، ويسعى إلى عقد مؤتمر أوروبي حول الديون بناء على اجتماع لندن في عام 1953 و1900، حيث شطبت نصف الديون الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية ومدد السداد للفترة المتبقية.